أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة من كلام بيروت بين الأمن والسلاح المتفلت. الأمن الذي لا يحتمل لا ازدواجية السلاح ولا ازدواجية السلطة كما قال الرئيس الحريري من البقاع. أسبوع حاسم وأخير على صعيد إقرار قانون انتخاب جديد مع انتهاء العقد الاستثنائي في 19 من الشهر الجاري، وبعدما حدد الرئيس نبيه بري الجمعة المقبل جلسة لإقرار القانون. في لبنان لا انتخابات حتى الآن، وفي فرنسا تجرى اليوم الدورة الأولى من الانتخابات النيابية، وبالأمس جرت الانتخابات في بريطانيا رغم حوادث الإرهاب المتنقلة. هذه المواضيع وغيرها إلى الشأن الإقليمي نتابعها اليوم في الاستديو مع الكاتب السياسي في صحيفة النهار الأستاذ راشد فايد. أستاذ راشد أهلا وسهلا فيك. أهلا. رمضان كريم وقبل العيد بنعيدك من هلأ على كل حال. مبكر كثير. مبكرين. راح نتابع معك استاذ راشد كل هذه المواضيع، ولكن نبدا بصوره من صحيفه المستقبل للرئيس سعد الحريري من البقاع. طفله من اهالي البقاع تقبل الرئيس الحريري في حفل الافطار الذي اقيم في اطار الافطارات التي يقيم تيار المستقبل من عكار الى بيروت الى البقاع ولاحقا الجنوب. ماذا تقول اليوم عندما يتحدث الرئيس الحريري في كل هذه المحطات؟ الامن وموضوع الإنماء. يعني هن البندين الأكثر تضررا في المرحلة الراهنة في التاريخ لبنان. نعم. الأمن ما عاد في ولا مواطن حتى من كان يعتقد نفسه مستفيد من التفلت ما عاد قادر إلا وأن يطالب بالأمن، بمعنى مسؤولية الدولة عن سلامة المواطنين. نعم. والأمن في أي دولة في العالم هو الأساس للانطلاق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، للبحبوحة الحياتية اليومية. وللأسف يعني امبارح قرأت بإحدى الصحف 75 جريمة قتل بخلال سبعة أشهر، يعني بكل شهر في 10 قتلى بحوادث أمنية. مش يعني ما في حرب الحمد لله بالبلد تكون في هذا العديد من القتلى، ولكن هذه أعمال أمنية نتيجة تفلت حملة السلاح ونتيجة شعور هؤلاء بأنهم لديهم من القوة ما يكفي لحمايتهم من الدولة ومن غير الدولة. له جانب أستاذ راشد كما قال وزير المشنوق في موضوع عقل متفلت، أيضا له جانب إنمائي في ناس في ظروف معينة. هذا العقل المتفلت هو العقل المستخف بأهمية حيوات البشر وبالمستخف بالمسؤولية عن أمن الناس. لأنه هذا العقل المتفلت يستهون القتل، لأنه يشعر أن القتل أمر معتاد وأمر يومي وأمر سهل النفاد منه والهرب من دفع مسؤولية الجريمة. لذلك هذا العقل المتفلت يزداد شراسة، وصار مطلوبا أن تتخذ الدولة خطوات جدية وعملية أكثر شدة وأكثر قساوة. يعني جدية يمكن غلط، لأنه في خطوات جدية وفي يعني استماتة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة لإلقاء القبض على الفاعلين، ولكن في يعني إلقاء القبض على الفاعل وفي ردع الفاعل قبل أن يرتكب جريمته. وهذا لا يكون إلا أولا بشعور هذا الفاعل أنه في سلطة أقوى منه وأن لا مجال لهربه أو نفاده من سلطة الدولة إذا ما ارتكب جريمة. هيدا الشعور بالتفلت. نعم. عند بعض الناس اللي بيؤدي لهذه العمليات الجرمية ناجم عن مرض أبدي صار له من 1900 نهاية الثمانينات، وإذا بدك بكل إذا تسامحنا مع الوقائع. نعم. منقول من منذ سنة 2000 صار السلاح بإيد كل الناس، والحكم اللي عاقب قتلة الضابط الطيار وسام حنا كان إشارة، وسبقته إشارة أسوأ لما صار في اشتباكات بالشيع بسبب الكهرباء، وبدل أن يحاكم المدنيون بين المتزوجين اللي حملوا السلاح أطلقوا النار على الجيش، حكم ضباط الجيش بتهمة اطلاق النار على المدنيين، وبالتالي في تلك اللحظة سقطت هيبة الدولة، تدحرجت، وصار مين مكان يستقوي على امن الناس وعلى امن المواطنين ويرتكب الجرائم باعتبار انه هو محمي او في غطاء سياسي لهم.
السلاح المتفلت الفردي اذا بدنا نقول يلي في منه مرخص يختلف عن السلاح اللي عم تحكي عنه، عن موضوع القوه اذا بدنا نقول المنظم. من المشكله مش في وجود في توافر السلاح. امريكا فيها كل الناس تحمل السلاح عم بيصير فيها، ولكن في امريكا 380 400 مليون بني ادم. عدد الجرائم اذا كانوا 10 او 20 بالشهر يعني طبيعي تحتمل. نعم، بس نحن عندنا 10 قتلى كل شهر، 10 ضحايا السلاح، ضحايا للسلاح، هذا كثير. نعم، لافت وكما اشار البطريرك الراعي وحتى اهالي روي حموش اللي هي الجريمه الاخيره، انه الثناء على شعبه المعلومات الاجهزه الامنيه بالقاء القبض على الفاعلين ب 24 ساعه. الموضوع هو لاحقا في القضاء يلي بيتم القبض عليهم وبيروحوا لهم. امبارح سمعت سيده قتل ابنها او زوجها نتيجه سبب تافه، ببيع نسكافيه وطلع خلقه اخونا بشتوره، طلع خلقه زبون انه ليش بارد، فاطلق عليه النار. عم تقول صار لها جريمه سنتين، او هي جريمه او جريمه غيرها سنتين، والقضاء الامني يبت بها. انا بعتقد هاي مشكله السجون والبت بالاحكام صار واجبا ايجاد حل لها نهائي. يعني نرجع للموقوفين الاسلاميين اللي في حدا يعني ولد سجن عمره 15 سنه 16 سنه، الان صار عمره ب 30 وما فوق ال 30، في شيء غير منطقي، خضع على ماضيه وعلى مستقبله وبعده القضاء لم يبت. علما انا بذكر انه بالحكومه الصادقه بحكومه الرئيس تمام سلام جرى الكلام عن انشاء قاعات للمحاكمه، وكان الوزير اشرف ريفي عم يعني يهديها للناس ويهديهم ويطمنهم انه يعني خطوه رئيسيه باتجاه التعجيل ببت مصائر هؤلاء الموقوفون الموقوفين. وهذا امر للان لم يتحقق. يعني عم نحكي نحن كلام عمره 4 سنين او 5 سنين، اذا اين العله؟ بعدين بعتقد يعني بوجود رئيس جمهوريه يدعو الى الاصلاح والتغيير، بعتبر الاصلاح يبدا اولا باصلاح طريقه التعامل مع المجرمين، والتعامل معهم ليسوا كمجرمين ابديين ولكن كاشخاص ارتكبوا اخطاء لابد من دفعهم نحو يعني التعلم منها حتى لا تتكرر. استاذ خليل خوري يوم جمعه كتب بصحيفه الشرق تحت عنوان الجريمه الفرديه والثغره الكبيره بين السلطتين، اشار الى موضوع يلي يتم الالقاء القبض عليهم وموضوع الاحكام يلي قال ان هناك نوع ما يسمى بالتساهل. اكيد في احكام متساهله مع المجرمين، وهذا اللي يعني تم التعارف تاريخيا في لبنان على تسميتهم بمن هم تحت الغطاء السياسي لهذا الطرف او ذاك. بعدين نحن لسنا جمهورية الفاضلة، بالعكس نحن جمهورية سيئة. يعني في امعان في التخلف وفي التراجع عن اولويات القانون على ما عداه، وعم نشهد حالات كثيرة يتدخل فيها بعض القوى السياسية لفرض احكام على القضاء. وانا خليني اذكر بحالة يعني نافرة جدا، انه كان حكم على احد الاسلاميين السلفيين المتهم بانه متشدد، حكم عليه بالسجن يمكن سنتين او ثلاثه، او كانت المحاكمه لا حكم عليه بالاستئناف، جاء مصحوبا بمحام من جهه سياسيه معينه، دخل معه الى القاعه وخفف الحكم وطلع غرام ما في اي شيء عليه وبرئ الشخص. طبعا قصته مشهوره ومعروفه وشخصيه معروفه جدا بهذا الاطار. هذا حد للقول انه استقلاليه القضاء من اهم بنود وصول العداله الى ان تتحقق في هذا البلد. استقلال القضاء مشكله مزمنه، اذا نسخنا او ازلنا او ابعدنا مرحله الشهابيه من بعد ذلك ما شهدنا قضاء مستقلا. طبعا لعبه الحرب دور في هذا الامر، شهدنا قضاة نزيهين ومستقلين ولكن لم نرى قضاء مستقلا بالمعنى الاجمالي للكلمه. هو القرار عند السلطه السياسيه، ذكرت رئيس الجمهوريه، وامبارح التحرك اللي كان بوسط بيروت كان الكلام موجه لرئيس الجمهوريه في هذا العهد، لرئيس الحكومه، لكل المعنيين، انه
أكثر تشدد في موضوع الأحكام، وكان الوزير المشنوق أعلن بعيد قوى الأمن الداخلي أنه رح يطالب بالحاجة للعمل إعادة العمل بتفعيل أحكام قانون الإعدام. مفروض الجمهور يتوجه إلى القضاء للمطالبة بنزاهة القضاء، مش إلى السلطة التنفيذية أو السلطة الاشتراعية، لأنه القضاء سلطة مستقلة ولا علاقة له نظريا بالسلطات الثانية. ما في نزاهة القضاء لها شروط، واستقلالية القضاء لها شروط. يعني يجب البحث عن استقلالية القضاء المالية، لا يمكن أن يكون هناك ارتباط اقتصادي واستقلال. هو التدخل يعني في موضوع التدخل لأنه كيف من أين يتأتى التدخل؟ أي بأي سلك في رتب حتى ترتقي بده يكون في دعم سياسي وراك. نعم. حتى يأتي الدعم السياسي يعني في شروط عليك أن تكون متوائما ومتوافقا مع جهة سياسية الدعم. لذلك نزاهة القضاء هي موضع شك عند المواطن، وحين يكون هناك قاضي نزيه ترى المواطنين جميعا يجمعون على الإشادة به، ولكن لا أحد يسمي غير النزيهين لأنه يخاف من المسؤولية الأدبية والقانونية تجاه هذا القاضي. تفعيل عمل بأحكام الأعدام، يقول وزير المشنوق رح يتابع مشاوراته، ممكن إعادة العمل؟ هذا موضوع يعني سمعت أعتقد نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي يقول إنه هذا البند لم يزل قائمة في القوانين اللبنانية، ولكن لبنان تجنب أحكام الإعدام بسبب توقيع اتفاقيات دولية بهذا الصدد. أنا بعتقد هذا الأمر ليس بهذه السهولة، يعني العودة إلى أحكام الإعدام، لأنه ترتب على تراجع لبنان أو إسقاط لبنان أحكام الإعدام وعدم تنفيذها مصالح للبنان لدى الجهات الدولية المعنية، وبالتالي العودة إلى أحكام الإعدام بدها ترون ودراسة معمقة لنعرف أين المصالح أو أين يستفيد لبنان وأين يتضرر. ولكن بالمقابل طب شو هو الرادع؟ يجب يعني تقوية القدرات على استكشاف أو توقع الجرائم، لسيما الجرائم التي تكثر في مواقع يتردد عليها نمط من الناس عندهم قابلية لفقدان للتفلت العقلي وبالتالي ارتكاب الجريمة. نعم. يعني بموضوع الأمن، وحكينا الرئيس الحريري بالعنوان اليوم بكلمته، الأمن لا يحتمل الإزدواجية، لا بإزدواجية السلاح ولا إزدواجية السلطة، هون عم نحكي عن سلاح أو ولا إزدواجية المعايير. يعني لا يمكن أنك تحكم على قاتل هنا بسجن سنتين ثلاثة، وعلى قاتل من جهة أخرى لا ليس له غطاء سياسي يحميه بسجن 10 سنوات لجريمة من نوع واحد. طبعا أنا بعطي أرقام مبالغة، بس هو عم يصير هالحكي وبنسمعه بالشارع، وفي ناس يشعرون بالغبن والظلم لأنه تكون عاملين جريمة موازية لجريمة أطراف أخرى، هن جرم يعني يعاقب بمدة أقل بكثير مما عوقب فيها الشخص الذي ارتكب جرما مماثلة. ذكرت ببداية حديثك الأمن وموضوع الأنماء، وكان هذا العنوان ذكرته. الرئيس الحريري قال بكلمته امبارح في الإذاعة أنه لا تنمية ولا اقتصاد ولا فرص عمل إذا كان الأمن مش موجود، وبالتالي كان أيضا كلامه عن الأمن بالبقاع ومشاريع كما حصل بمنطقة الشمال وعكار، تفعيل هذا الجانب اللي بهم الناس. كل الازدهار الاقتصادي اللي بنقرأ عنه والذي كان في لبنان، وحتى الاستقرار والنمو اللي شدناه بعهد الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه، كان شو السبب الرئيسي؟ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمان والأمن. يعني أنت لما بدك تروح على بلد، الآن إذا قيل لك في اضطرابات ببلد ما حتى لو كان بأطراف البلد بآخر حدوده تتردد، فكيف إذا كان بلد بحجم لبنان إذا انفجرت متفجرة بالجنوب يسمع صداها في الشمال؟ أكيد الناس لن تتشجع ولن ترى يعني مبررا لزيارة بلد في حالة قلق أمني دائم. وعم نحكي عن كان في أمل فصل صيف وعهد جديد واستثمارات وسياحة، بقى ما بعرف إلى أي مدى هذا الأمر يعني يؤثر. كان في نوايا طيبة جدا وإيجابية جدا بهذا الأمر تجاه لبنان من دول عربية، لا سيما دول الخليج، وفي الطليعة المملكة العربية السعودية. نعم.
ولكن المؤشرات إلى اليوم لا تفيد بأن هذا التفاؤل هو في مكانه. نحن نذكر أنه لما إجا الوزير السافان قيل أنه السفير السعودي الدائم آت قريبا وبالتالي القائم بالأعمال لم يبقى هو رئيس البعثة. عمليا لا يبدو أن هناك سفيرا سعوديا في المدى القريب. ونحن بنعرف القرار السعودي يعني له امتدادات في الخليج في كل دول مجلس التعاون وأيضا في بعض الدول العربية الأخرى التي تتأثر بالقرار السعودي لاعتبارها أن لدى السعودية من الحكمة ما يجعلها تحرص على أمن مواطنيها وأبنائها المبتعثين المغادرين إلى الخارج. نعم. رح نتابع معك أستاذ راشد فايد هذا الحوار. ننتقل إلى ملف قانون الانتخاب الولادة اللي طولت. رح نشوف معك أستاذ راشد بعد التوقف الاستراحة الأولى. ابقوا معنا مشاهدينا.